خليك ورايا يا اسطى، لو تهنا من بعد نتقابل عند خليك ورايا. ها أني ناجح. ألف مبروك يا سيدي. هو حضرتك هتفرش الأوضاد عيادة؟ إن شاء الله. وحضرتك دكتور في إيه؟ أنا دكتور نفسي. بطنة يعني؟ لا بطني كتير، نفسي يعني عدم اللا مؤاخذة، لما إيه يوجعني أجيلك. لا أنت ما تجيش، أنا هجيلك أنا بنفسي. يعني موضوع، بص حط دي هنا وتعالى معايا أنا أشرح لك، نجيب بقية الحاجة بس يلا. أنسة ندى، المحامي برا وعايز حضرتك. طيب اعملي له واحد قهوة مظبوط لو سمحتي. حاضر. ازيك يا عمر؟ أهلا، ازيك أنت حبيبتي؟ الحمد لله. اتفضل. أنا متشكرة قوي على كل اللي عملته، الصوان والنعي. عيب يا بنت، ده أنا وأبوك الله يرحمه كنا أكتر من الإخوات. أنا عارف. أنت بتطبخي؟ هعمل إيه؟ بسلي نفسي. حضرتك اتغديت؟ لا طبعاً، أنا متعمد أجي في ميعاد الغدا عشان آكل من إيديكي. حالاً والأكل هيكون جاهز. استني بس لحظة واحدة، أنا عاوزك في موضوع مهم. تحت أمرك. مصطفى الله يرحمه قبل ما يتوفى، زي ما يكون كان حاسس إن أجله قرب، ما كانش عايز يتعبك بعد وفاته. كفاية اللي عمله وهو عايش، الله يسامحه بقى ويرحمه.
الله يرحمه. المهم أبوك قبل ما يموت صفى كل معاملاته التجارية وباع كل ممتلكاته العقارية وحولها لمبلغ كبير حطه في البنك، وكتب وصية وصى إنها ما تتفتحش إلا قدامك وقدام إخواتك. إخواتي؟ هما فين إخواتي؟ لما في واحدة فيهم فكرت ترفع سماعة التليفون وتقولي الباقية في حياتك، معني كلمت بتاعت اسكندرية وقلت لها وبعت إيميل بتاعت لندن ولا جالي ولا رد. سيبك من الموضوع ده، خليه علي أنا، أنا هعرف أوصل لهم إن شاء الله. شكرا زي. افتحي الباب لو سمحت. حاضر. اتفضل يا عم. أنت منتظرة حد؟ لا. طب شوف يا ندى، أنت لازم تبص لنفسك دلوقتي وتفكري أخيرا. أمسى النور. شوفي بقى، عايزة تشتغلي، عايزة تسافري، وأنا تحت أمر في أي. أنسة ندى. لا الدكتور. أمسى خير. الدكتور مهيب بالنشوآتي جاركو في الشقة اللي جنبيكو، جار جديد، عيالك في نفس الشقة برضو. أهلا وسهلا. حضرتك مش فاكراني؟ أنا بتاع الأنبوبة. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا متشكره جدا جدا. اهلا بيك يا فندم. بيقف حياتك يا فندم. شكر الله سعيكم. اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بيك. حضرتك دكتور؟ ايوه يا فندم، سايكايترست، دكتور نفسي. ربنا ما يحوجكوا ليا يعني. هو انا الحقيقه يعني ما رضيتش اروح سوان الرجاله لان ما اعرفش حد هناك، وفضلت اجي لحضرتك يعني لحضراتكم طبعا بعد ما الامور تهدى. مرسي قوي يا دكتور. حضرتك تحب تشرب ايه؟ احنا كنا هنتغدى دلوقتي، حضرتك اتغديت؟ بجد؟ لا. انا مش طفز والله يعني، بس الصراحة انا عمري ما دقت اكل بالحلاوة دي. مرسي. عرفت بقى انك جيت في التوقيت السليم. طبعا، بس الانسة غدا ما بتاكلش خالص يعني، يا ريت ما تعمليش علاقة بين جهازك الهضمي وجهازك العصبي. انا شخصيا بعمل كده. لا، وهو انت لو ما اكلتيش احنا مش هناكل. ايه احنا ده يا متر؟ لا اتكلم عن حضرتك بس، انا بالنسبه لي ما وعدكوش يعني. احط لك مسقعه. اوكي اتفضل. ميرسي. اعتبري نفسك في بيتك خالص، كل براحتك يعني. طول عمره بيكرهني. انا فاكر شكله هو بيبص لي يوم ما اتولد مكشر ومتضايق وراكبه 100 عفريت. قد ايه كان عايز بنت. بنت ايه بس اللي كان عايزها؟ وفاكره ايه وما اتولدت؟ انت بتدور على اي مبرر عشان تكرهه بيه، لانك بتغير على امك منه. من فضلك ما تجيبش سيره امي. بقولك بيكرهني يا مهيب، بيكرهني. بلاش. في عيد ميلادي العاشر كل الناس طفت الشمعه، كلهم الا هو ما طفاش ولا شمعه. طيب يبقى احنا نتقابل يوم الخميس الساعه 4. اوكي اوكي. بس انت بقيت احسن دلوقتي الحمد لله. مفيش حد تاني بره يا دكتور. طيب يا صالح، افتكر انت روح دلوقتي وان شاء الله بكره الساعه 5. ماشي يا دكتور. سيدة يا سيدة، أنا في المطبخ يا أنسة ندى. طب كفاية تنظيف بقى النهاردة، نبقى نكمل بكرة. تصبحي على خير. وأنتي من أهل الخير. أبدأ الشعور بالملل والفراغ أول ما يمشي آخر عيان من العيادة وبعده عم صالح التمرجي. الشقة جديدة واسعة عليا قوي، وإن كنت أعرف إنها مسألة وقت وهتعود، أعرف جيدا إنه لن يملأ فراغي غير حب جديد يونسني ويهز كياني. ولكن ما يؤنس ليلي الآن هو الطاقة اللي اتفتحت لي فجأة، شباك اللي بيطل على ندى، جارتي الجميلة الحزينة الطباخة البريمة. شكلك كده حكايتك حكاية يا ندى. الخوف بقى ليكون عندي مرض الحب من أول نظرة. ربنا يستر.
تصبح على خير يا ندى. ازيك يا ندى؟ البقية في حياتك، حياتك البقية يا سمير. ازيك يا غادة؟ كويس. اتفضل اتفضل. تفضلي يا سميرة. ميرسي. لسه مش عايزة تشربي حاجة يا غادة؟ لا. هو الله يرحمه تعب قوي قبل ما يتوفى. 5 سنين ارتاح. بس الظهر غادة ما كانتش فاضية عشان تيجي تشوفه. اسمعي، عشان ما نقعدش نلقح على بعض بالكلام وما نضيعش وقتك ووقتنا، انا عايزاكي تعرفي ان كل علاقتي بمصطفى ابو حجر ده ان اسمه مكتوب بعد اسمي في البطاقه الشخصيه وبس، انما مشاعر وابوه وبنوه والجو ده ما تلاقيش. غاده، انا بنت الست دي بس، هي اللي ربتني وكبرتني وشالت همي، وما عنديش استعداد ابقى بنت حد تاني. يا سلام، امال جايه ليه بقى؟ المحامي بتاعك كلمني وقال لي اجي استلم ميراثي. ميراث؟ ميراث ايه؟ مش بتقولي مفيش لا ابوه ولا بنوه؟ بس قلت برده ان اسمه مكتوب بعد اسمي في البطاقه الشخصيه، يعني ليه ميراث وهاخده غصب عن عين اي حد؟ من غير ده غصب ولا عافيه، ميراثك هتاخديه وتشبعي بيه. انا ما قلتش ان عايزه منك حاجه، ده انت غريبه جدا. عيب كده بقى. معلش يا ندى ما تزعليش منها، اللي عمله ابوكي اختك ملهاش دعوه بيه. ما تقوليش اختك. معلش يا ندى ما تزعليش منها، دي غدا طيبه قوي والله، انت بس لسه ما تعرفيهاش. انا عارفه انه غصب عنها، بس غصب عنها وعني احنا اخوات. هي غدا مصطفى ابو حجر وانا ندى مصطفى ابو حجر. اه طبعا عندك حق. طب عن اذنك. ما قلتلك مش عايزه اجي يا ماما. ما تبقيش خايبه، راسك ده حقك، ده اللي هيعيشك طول العمر يا خايبه. وندى ملهاش ذنب عشان تطلعي فيها زي الصاروخ كده. عايزاهم يقولوا ايه بعد ده كله؟ سميره ما عرفتش تربي بنتها. يلا بص يا ندى، انا ما بعرفش اكذب ولا امثل، معلش يعني بصراحه كده انا مش قادره اسامح الراجل ده على عمله في امي وفيا. الكلام ده ما منوش فايده يا غاده دلوقتي، الله يرحمه بقى. انا مش فاهمه انت ليه عايزاني اقعد هنا. اولا ما فيش حاجه مهمه تخليكي ترجعي معايا، ثانيا ليكي مصالح هنا، خدي حقك الاول وبعدين اعملي اللي انت عايزاه. بصي يا حبيبتي، خلي عينيكي في وسط راسك واعرفي ان ليكي حق وحقك زيهم بالظبط. كلميني اول ما توصلي. حاضر. ما تخافيش، انت بميت راجل. باي باي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك يا غاده، وبيكلميني ما تنسيش، وبيفتكري تاكلي كويس يا غاده. باي باي يا حبيبتي. ثاني واحدة بصراحة. كنت طالع، دي طالعة الدش ده، أنا كمان طالع الرابع. هي رايحة شقة المرحوم مصطفى أبو حجر؟ الله يرحمه. يمكن الأميسة ندى مش موجودة جوه، لو تحب تستنيها عندي في العيادة على ما تيجي. اكيد زمانك جعانه قوي. قلت لك مش عايزاك يا بنتي. مفيش داعي للكسوف، انت ما اكلتيش من الظهر.
اكلت وانا بوصل ماما. طيب تحبي افتح لك التلفزيون؟ ما فيهاش حاجه يعني عادي. ما بتفرجش على تلفزيونات. احسن ولا انا. قولي لي يا فادة، انت خلصتي دراستك؟ انا معيده في كليه التجاره في اسكندريه وبحضر ماجستير. برافو. انا كمان كان المفروض اكون معيده بعد ما خلصت اعلام، بس للاسف ظروفي ما سمحتش. على فكره انت معكيش حاجه تنامي بيها، قوم اجيب لك قميص نوم. ما بلبسه قمصان نوم. طيب زي ما انت عايزه، اصل انا هنام. شوفي تحبي تنامي فين، لو عايزه تنامي جنبي انا ما عنديش اي مشكله. اهلا وسهلا. انا لا بتقلب ولا بشخر، ما بنامش جنب حد. على فكره بابا الله يرحمه كان عامل لك انت اوضه ورؤيه اوضه، بس عايزين شويه توضيب. لا كتر خير، انا هنام هنا على الكنب. براحتك، انا هسيب لك الاكل يمكن تجوعي. تصبحي على خير. وانت عارفه بقى شكلها ايه دي؟ اكيد هتبقى لابسه اسود. يا سلام، يعني اي واحده لابسه اسود وعندها 20 سنه يبقى هي؟ هنحس اما نشوفها، هنحس انها اختنا. هنحس. يا حبيبتي، اللي بيحسوا ببعض دول ناس يعرفوا بعض، انما احنا ما نعرفش بعض. غاده اقري الفاتحه لبابا. ممكن يمكن هي دي، شكلها خواجايه خالص. طب وايه يعني، مش جدتها انجليزيه؟ رؤيه انا تعب بنحلق في خلق الله. طب يعني نتصرف ازاي؟ رؤية انتي معايا بدل ما انت بتضحكي كده. يلا رؤية. رؤية ده. طيب رؤية. رؤية مصر جميله قوي. اكيد ما جيتيش من ايام ما كنتي صغيره، مش كده؟ نو انا جيت 6 مرات قبل كده. لا والله اول مره اعرف. مش كان بيبقى في وقت اجي ازوركم؟ السكادجول بتاعي دايما كان بيبقى فولي بوك، بس مره كلمت بابي حاولت اشوفه بس ما عرفتش. انا زعلت قوي لما عرفت انه مات، بس ما عرفتش اخد اجازه بسرعه. يا غاده ام سوري. بصي انا غاده، هي ندى. بناتي الاحباء ندى، غاده، رؤيه. كان نفسي ابقى معاكم دلوقتي، اول مره في عمركم انتوا الثلاثه تبقوا مع بعض في مكان واحد. عارف انها مش غلطتكم، بس ارجوكوا تسامحوني. فهميهم ان مش وحش قوي يا ندى. انا مش وحش يا غادة، ما استاهلش كل الكره اللي امك زرعته فيكي ناحيتي. كان نفسي تيجي وتعيشي في حضني يا رؤية، بس امك زمان هربت بيكي على لندن من ورايا، وما رضيتش ارجعك بالقوة عشان ما تكرهنيش. اوعى تفتكروا ان بعدكوا عني كان سهل عليا، بس انا فكرت ولقيت ان ممكن اصلح الغلطة دي. في نفس الظرف اللي فيه الوصية موجود فيه شيك. الشيك ده مكتوب فيه كل المبلغ اللي جمعته في عمري، 15 مليون جنيه. واو. كمل لو سمحت. الشيك ده باسمك يا ندى. وات؟ كمل يا انكل. تفتحي وديعه شهريه باسمك في البنك وتحطي فيها المبلغ كله، وتقسمي ريعها كل شهر على نفسك وعلى اخواتك، واللي يفيض تفتحي بيه وديعه تانية لمده سنه، بشرط السنه دي تفضلوا عايشينها انتوا الثلاثه مع بعض تحت سقف واحد في بيت واحد، بيت ابوكم. سنه دي وصيتي يا ندى، ولازم تنفذيها. واي واحده ترفض ده يا مجدي يبقى بمثابة تنازل رسمي عن ميراثها.
انا مش هينفع اسيب حياتي شغلي سنه عشان هو عايز كده. ما كفاهوش كل اللي عمله طول ما هو عايش؟ ممكن تهدوا من فضلكوا؟ لا ما نهداش. اللي كتب الوصايه دي لازم يبقى بني ادم مختل عقليا، وانا هرفع قضيه وميراثي هاخده دلوقتي حالا. من غير قضيات ندى، احنا نروح البنك وكل واحده تاخد فلوسها. بي فير اند رياليستك بليز. انا مش قادره افكر، هو ليه عمل كده؟ ليه انت فاهمين ان انتوا الاثنين كنتوا عايشين في بيت واحد وما قالكيش؟ ما قاليش والله، ما قال لي ما قاليش. تأكدي يا غادة يا بنتي ان ندى ما عندهاش فكرة عن الوصية خالص. انا نفسي ما كنتش اعرف ايه اللي جواها مع انها موجودة في خزنة مكتبي. ده انتوا الرباطية بقى انتوا الاثنين. بلاش قلة ادب وسفالة. انا كمان مش عايز اعيش معاكي. I just want my money now. انا كمان هعمل قضية. يعني انتوا عايزين تشككوا في الوصية. اوكي مفيش وصية، بس في شيت ب 15 مليون جنيه باسم ندى مصطفى عبد السلام ابو حجر بتوقيعه وبخط ايده وهو في كامل قواه العقليه، وانا شاهد على كده، ومفيش مخلوق من حقه المبلغ ده غير ندى. ما احنا رباطيه بقى. اسف جدا، انا اصلي كنت باخد دش وفجاه سمعت صرخه جايه من هنا، فافتكرت يكون عندكم ميتين تاني يعني ولا حاجه. انا جاركم في الشقه دي. يا انسه ندى مش موجوده؟ يعني مش موجوده. شكرا. متجوزة؟ من سنتين، وكنت مستنيه الوقت المناسب عشان اقولك. يا غدا انت كبرتي وانا كمان كبرت، انت هيبقى لك حياتك وانا هبقى لوحدي. مش هتبقي لوحدك، هبقى معاكي. انا راجلك، مش انت اللي كنت بتقولي كده؟ يا بنتي انا مش انانيه، ومش هبقى اني اربطك جنبي طول عمرك. لا انانيه، انت اتجوزتي كمال علشان عايزه تتجوزي، مش عشان تبقي انانيه. مش حرام ان الواحد يدور على امان لنفسه؟ امان؟ امان مع كمال؟ مع راجل؟ مش انت اللي طول عمرك بتقولي لي ان الامان في البعد عنهم؟ انت اللي نقطه ضعفك الوحيده انك حبيتي مصطفى ابو حجر. افهمي بقى يا غاده، افهمي بقى، كمال مش مصطفى ابو حجر. انت قلت لي ان كلهم مصطفى ابو حجر. بصي بقى، انا فكرت وقررت وصيه بابا لازم تتنفذ، يعني يا تقبله يا ترفضه. تيك ات اور ليف ات. اوكي. وانا كمان قررت، كلمت مامي في لندن وقلت لها ان انا هقعد هنا في بيت دادي. لا تقسم ان انا جالي شغل في مصر بسالري 5 مليون جنيه. اوبفيسلي مش هينفع ارفض. 5 مليون جنيه يعني كام؟ الو يا سمير، ايه في ايه؟ مالك؟ في ايه بتعيطي ليه؟ مالها غاده؟ يعني راحت فين؟ ارجوكي اهدي، انا مش فاهمه منك حاجه. ايه اللي حصل؟ غاده جت هنا. خلاص اطمني، هكلمك بعدين. باي. انا نسيت نظارتي. انا لقيتها وشلتها لك. اهلا وسهلا. مساء النور. مساء. عن اذنكم. صباح الخير. صباح النور.
غادة، ممكن لو في حاجة مضايقاكي تحكي لي؟ المفروض ان احنا اخوات. ومش عايزة اتكلم مع حد. ممكن؟ ممكن. طب اهو اهو. انا رايحة السوبر ماركت اجيب حاجات. حد عايز حاجة؟ اوكي باي. صباح النور. ازيك؟ الحمد لله تمام. اصل كنت رايح السوبر ماركت. انت رايح فين؟ انا كمان رايح السوبر ماركت. تعالى معايا. يا عصفور اتفضل. شكرا. طبعا بقى انت ليكي حاجات خاصه بتشتريها عشان الاكل يطلع من ايديكي بالحلاوه دي. يعني امي دايما تقول ان الطبيخ نفس. عارفه لو عملوا مسابقه تاخدي جايزه احسن نفس في الطبيخ. يا سلام، مش قوي كده يعني. لا والله انا بكلم جد. انا الصراحه عمري ما دقت اكل زي اكلك ابدا، مع اني برضو بعرف اطبخ. انت عارفه يعني للعزوبيه احكام. مساء الخير. لو سمحت 2 كيلو ريش. الله، ريش ده انا بموت فيها. اكيد طبعا بتعمليها رائعه. خلاص طالما بتحبها قوي كده بقى تيجي تتغدى معانا النهارده. اه شكلي كده دبست. اخص عليك ما تقولش كده، عيب، احنا جيران. وبعدين دي فرصه بقى عشان اعرفك على اخواتي. أوكي. لو سمحت خليهم 3 كيلو. بس ما كنتش انا بقى. ايه دي البنوته الحلوه دي؟ ما شاء الله يا خلاصي، انت حلوه قوي. واضح انك بتحبي الاطفال قوي زيي. يا خلاصي انت حلوه قوي. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ندى. ها، شفتي حبيبتي جبت لك ايه؟ ازيك يا ندى؟ اهلا يا عمر، ازيك انت؟ انا الحمد لله تمام. دي بنتك؟ اه ندى، دي بقى ستي ندى الكبيره، مهيب النشؤاتي. اهلا وسهلا عمر عاصم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دكتور مهيب جارنا، الاستاذ عمر عاصم، مخرج تلفزيوني كبير. مش كبير قوي يعني، كان زميلي في الجامعه. اهلا وسهلا. وسهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه خير؟ ليه لابسه اسود؟ بابا تعيش انت. لا اله الا الله، ده امتى ده؟ ده من 10 ايام كده. الباقي في حياتك ندى. حياتك الباقيه. تسمعي يا اجل بيت عزيكي. ميرسي يا عمر، مفيش داعي تتعب نفسك. لا مفيش داعي. ايه يعني؟ انت شايفه انه مفيش داعي. طيب تليفون بيتك اتغير؟ لا، هكلمك واجيلك. اوكي يلا يا ندى، قولي باي. باي ندى. باي. باي باي. هو الغدا عندكم بيبقى الساعه كام؟ ابويا وامي لسه عايشين في الشرقيه لغايه دلوقتي. ابويا بقى كان عايزني اطلع فلاح زيه عشان اراعي الفدانين، بس انا خيبت امله وطلعت دكتور. مع انه بس مع انه هو مش مقتنع بحكايه ان انا دكتور دي. ازاي ابقى دكتور وما عنديش لا بلط ابيض ولا سماعه ولا عارف اوصف دواء لامي لما السكر بيعلى عليها؟ غلبت بقى فهمه. يا حاج احمد، انا مش دكتور عضوي، انا دكتور نفسي، لكن لا حياه بقى لمن تنادي. طب وليه سايكاتريس بالذات؟ لان اشد الم هو الم النفس، ولاني ادعي اني موهوب في اني اسمع الناس وهي بتتكلم. لا ما هو واضح. وانت بقى المرضى لما بيقولك تقول لهم مددوا على الشيزلونج وتعمل لهم اضاءه هاديه كده زي بتوع الافلام؟ المهم ان هم يستريحوا لي ويحكوا، يمددوا بقى على الشيزلونج، يتنططوا على دماغتهم. المهم ان الواحد يجي له الجرأة ويتكلم عن نفسه زي ما هو شايفها. عارف اكتر مرضى نفسيين هم الدكاتره النفسيين نفسهم. ومين فينا سليم يا انسه غاده؟ كلنا مليانين بلاوي، بس اهم حاجه ان احنا ما نكبرش ونعترف. انا من خلال خبرتي القليله دي اكتشفت ان كل المشاكل النفسيه دي سببها حاجه واحده بس. عارفين ايه؟ قلتولي ايه؟ الحب. كل المشاكل اللي قابلتها ليها علاقه بالحب. يا اما مش عارف يحب اللي بيحبه، يا اما مش عارف يخلي اللي بيحبه يحبه، يا اما مش عارف يحب اللي حواليه، يا إما مش عارف يحبب اللي حوالي فيه، يا إما بيحب نفسه بزيادة، يا إما مش عارف يحب نفسه خالص. دايما ليها علاقة بالحب. أكيد دي لندن. ألو؟ ممكن أخد كانلوني ده تاني؟ ألو؟ مين؟ طيب لحظة. ليش كمان؟ نادى تليفون. مين؟ واحد اسمه عمر؟ الو. ايوه يا عمر. ندى عايزه فلوس. خدتيني. عايزه فلوس كتير.
هجيب حاجات كتير قوي بس مش هعرف لوحدي، ممكن تيجي معايا؟ حاضر، من عينيا الاثنين. وعايزه هدوم. اوكي كتير. حاضر. وعايزه موبايل فون بس اجدد من اللي بتاعك. ماشي. انا بقول يعني كنت بحاول انقل الورق بتاعي من اسكندريه لمصر بس دي محتاجه واسطه. اونكل مجدي ممكن يعمل كده بكل سهوله. طب وكنت عايزه اشترك في نادي يكون كويس. وانا كمان، وعايزه ساتلايت ديش، وعايزه محل بيبيع لبس رياضه كويس، ودي في دي بلاير ولابتوب. حاضر. و كل اللي انتوا عايزينه هعمله. هنستكوا بقى شويه كده. يعني اخواتك عايشين معاكي هنا؟ تصور يا عمر بعد السنين دي كلها. المهم بقى انت اخبارك ايه؟ بنتك ما شاء الله زي القمر. ندى دي احلى حاجه في دنيتي. اكيد طلع حلوه لمامتها مش كده؟ مامتها حلوه، شكلها حلو، بس اللي قالوا ان الحب بيجي بعد الجواز دول ما عندهمش اي فكره. لا بيجي، بس بيبقى اسمه تعود او عشره او ولادنا اللي لازم نفكر فيهم اكتر ما نفكر في روحنا، ولازم نعمل لهم اي حاجه عشان يكونوا سعداء. ما اتغيرتيش يا ندى. ولا انت كمان ما اتغيرتش يا عمر. ما هو بصراحة بقى انت الغلطانة من الأول، كان المفروض تحكي لها طبعا. عموما حصل خير، أنا هبقى ابعت الفاتورة إن شاء الله على أول الشهر. طبعا طبعا إن شاء الله. معلش يا سمير، مش حكاية إنك اتجوزتي وبس، انت ربيتي لها عقدة من بابا وخليتيها تكرهه. ولعلمك بقى الموضوع ده كان مقاسي بابا طول الوقت. انت بتكلمي ماما؟ لا انت بتكلمي ماما. أيوه. هاتي. ايه ممكن تسيبوني في حالي بقى؟ ما حدش له دعوه بيا خالص، حياتي خاصه بيا، ما حدش له دعوه بيا، مفهوم؟ انت بتزعقي في مين كده؟ في اي حد يحشر نفسه في حياتي من غير اي وجه حق. ما تزعقيليش كده. ما ايه اللي حصل؟ اسمعوا بقى انتوا الاثنين، اوعوا تفتكروا انا فرحانه قوي بالقطتين اللي سكنوا جنبي في البانسيون. لازم تفهموا ان احنا اخوات وان انا اختكم الكبيره، وما اسمحش لاي حد يكلمني بالطريقه دي. وزي ما كل واحده فيكم عايشه حياتها، انا كمان ليا حياتي ونفسي بقى عايشها. لكن مدام هنتنين نعيش مع بعض هنا سنة، يبقى نحترم بعض ونراعي مشاعر بعض، مفهوم؟ لا مش مفهوم. لا تفهمي وما تعليش صوتك. أنا بقولك بقى زي ما أنا عايزة. ما تبقيش خالص. إيه اللي تسكتي خالص؟ احترمي نفسك. هجيبيني من هنا. ايه ده بس؟ ايه تعالى بص تعالى. دي اولا يا سيدي ما بتزعقش لجوزها ولا حاجة، اللي بتزعق لاخواتها، الموضوع مالكش دعوة بيه. المهم يا محسن أكمل ايه؟ بقول لك مراتي بتراقبني. تراقبك ازاي بس يا محسن؟ مش مراتك اتوفت الله يرحمها؟ ده انا حاضر معاك العزاء. ما هي دي الخدعه، ما ماتتش. لا يا راجل، عملت نفسها ميته عشان تعرف تراقبني. وانا لو سمحت يا نسا. اسفه جدا، انت مرجي بتاعك بيقول لي بكره، انا مش هقدر استنى لغايه بكره. انا هشوفك وقت تاني، هجي لك وقت تاني يا دكتور. انا عندي نيره عصبي. هي جت منين؟ قالوا لي راسه زفت قرف. وانا ازاي خليت اسمح لها ازاي تكلمني بالاسلوب ده؟ وعمال تكلمني وتشوحني ليه؟ انا كنت لازم افرم كده بس انا ما كانش المفروض البنات غير بعضيه. انا عايز اعرف اللي حصل يا غالي. ما كنتش اولا انا مش مقتنع ان حالتك العصبيه اللي انت كنت فيها دي سببها اخواتك وتنفيذ الوصيه وكل الحاجات اللي انت قلتيها دي وبس. اكيد في مشكله تانية. مشكله تانية؟ انا ما عنديش اي مشكله تانية. انت مرتبطه يا ندى؟ لا مش بقولك ما عنديش اي مشكله. مش يمكن هي دي المشكله؟ انا ممكن اقعد هنا مش كده؟ ممكن. ها عايز اسمع بقى. كنت مخطوبه وانا في اخر سنه في الجامعه. عن حب؟ ايوه جدا. كان دايما بيقول ندى دي احلى حاجه في دنيتي. هو كمان كان احلى حاجه في دنيتي. اول ما اتخرجنا جات له فرصه شغل كويسه قوي في ابو ظبي. كان لازم نتجوز بسرعه واسافر معاه بس ما قدرتش. في الوقت ده مامي كانت تعبانه جدا، كان لازم اقعد معاها. طبعا زعل وسافر وفسخنا الخطوبه. في الفتره دي انا اتأزمت جدا. بعد 4 سنين رجع عمر. عمر ده اللي كان خطيبك؟ ورجعنا لبعض، بس بعد كده جات له فرصه شغل تاني كويسه قوي في امريكا. وطبعا كان لازم تسافر معاه. في الوقت ده كانت ماما توفت الله يرحمها، بس بابا كان تعب جدا. دول كانوا مستقصدينك بقى. احساسي بالمسؤوليه والواجب خليني اختار بابا. وطبعا ما قدرتيش تسافر معاه، واعتبر ان انا كده ما بحبوش، ولانه انسان عنيد جدا. في خلال 6 شهور بعد ما سيبنا بعض اتجوز وسافر. بس سمى بنته ندى. عمر ده اللي احنا قابلناه في السوبر ماركت مش كده؟ انت عرفت ازاي؟ انت
هتتضايقي لو قلت لك بان عليكي؟ ايوه اتضايق طبعا، لاني لما شفته في السوبر ماركت ولما جه عزني في البيت حسيت بحاجات مش هو برضو حس بحاجات مش هو ده اللي ضايقني زياده. عمر متجوز يا مهيم وعنده بنت، يعني ما ينفعش ان انا احس بكده، ده غلط. الحب ما فيهوش صح وغلط. احنا قصه حبنا انتهت من زمان، احنا ممكن نقول ان ده مجرد حنين. ممكن، وممكن تعدي عليا تاني بعد بكره. مهيب، ممكن غادة ورؤية ما يعرفوش ان انا جيت هنا خالص؟ طبعا. مرسي. انت مش هتكتب لي على دواء؟ انا لسه ندى ابو حجر. عظيم قوي ان انت تفكري في ولائك لوالدك ولم شمل لاخواتك، بس قبل ما تفكري فيهم لازم تفكري في نفسك الاول. حبي نفسك يا ندى لانها تستاهل انها تتحب. الو، اهلا يا عمر، ازيك انت؟ لا ابدا، انا لسه صاحيه. اعترف بمفاجاتي بان ندى تعيش في حاله حب مستعصيه، وواضح ان عمر كمان لسه بيحبها. اول مره اتحط في موقف عامل كده. وان كنت اعترف برضو اني ما تعذبتش قوي يعني لما عرفت انها بتحب واحد تاني. الظاهر ان ما كنت اشعر به ناحيه ندى لم يكن حبا حقيقيا. فانا رغم كل اللي حصل سعيد جدا لاني كسبت صديقه جديده عذبه ورقيقه. يا بختك يا عم عمر. اما فيما يخصني فالخوف بقى لكون مصاب بهستيريا الرغبه في ان احب وخلاص. ربنا يستر. بص يا عمر، هقول لك حاجه، تعال نتفق ان احنا نرجع اصحاب قوي زي زمان، صحاب قوي قوي. بس أرجوك يا عمر، صحاب وبس. يا بنتي راجعي نفسك وتعالي معانا السينما. مش عايزه، وبعدين الفيلم اللي عايزه تروحه الأنسة رؤية تافه زيها. ثانك يو. يو ويلكم. ممكن بقى تاخدي هدوم تحطيهم لي في اوضتي من فضلك؟ ايه الالوان المايعه دي؟ اصلي غلطت وجبتهم من الديبارتمنت بتاعه البنات. قلبي يخفق للمرة التانية على التوالي. الخوف بقى لكون مش ناوي احب الا من بيت ابو حجر. ربنا يستر. غادة، صدفة غريبة جدا، انت عضوة هنا في النادي؟ ازيك؟ الحمد لله تمام. انا اصلا متعود كل يوم الصبح اجي امشي المشي العجيبه دي. انت عارفه برضو قد ايه الرياضه مهمه بالنسبه للواحد، وخصوصا نوعيه شغل زي شغلي. انت عارفه قاعد كل الوقت. لا مفهوم. انا اذن حضرتك. اوكي انا ممكن امشي معاكي، ما عنديش مانع.
انت اساسا عداءة؟ اسكت شوية عشان تعرف نوصل نفسك من ساعة ما تقولي وانت ما بطلتش الكلام. لسه هنقفل قفة سبعة؟ انا بقول كفاية ماشي كده النهاردة. الحمد لله. نجري بقى شوية. اجري اجري اجري. اسمح اللين ده بتاعي. نعم. قصدي حضرتك ممكن تضرب في اي لين تاني. اولا انا جاي هنا قبل حضرتك، ثانيا لقيت اللين ده وقت فاضي، انت ممكن تدور على اي لين تاني. انا حازم صادق. طيب قصدي اني جاي اتمرن عشان عندي بطوله دوليه، مش جاي العب وخلاص. وانا مالي بقى بكل ده؟ انا متعود اضرب في اللين ده، ما بعرفش اتمرن غير فيه. ولما بتسافر بقى بطولاتك الدوليه بتاخد اللين ده معاك؟ اوكي مرسي قوي على ذوق حضرتك. لا العفو. بس عرفي لو خسرت البطوله الجايه هتبقي انت السبب. لو اتغلبت في البطوله الجايه ما تبقاش تتحجج بالليل يا كابتن. على فكره اوعي تلبسي اسود تاني. دي رؤيه اللي فضلت تزن عليا عشان الاول، بس بيني وبينك عندها حق. ما الحسن مش بالالوان. شكلك ما تغيرش خالص هنا، كاني ما فيش سنين مرت. انت عارفه ان انا كل ما اقابلك بحس ان انا رجعت طالب تاني. والله فاكره ايام الجامعه؟ طبعا فاكره. طب صدقي بقى ان انا لسه عندي كل صور رحلاتنا القديمه. اه والله شايلهم في بيت امي. لما ابقى تعبان ومخنوق اروح اخش اوضه القديمه واقعد اتفرج عليهم، بنسى كل همومي. عندك حق، ما هم لازم يفضلوا في البيت القديم، ما ينفعش يروحوا البيت الجديد. وهو مين السبب في البيت الجديد ده؟ مش انتي؟ لا مش انا، انت. بس البيت الجديد ده في بنوته زي القمر، مليان ضحك ولعب ودفى، واكيد اوضتها بلعبها وحاجاتها اجمل بكتير من اوضتك القديمه بكراكبها وصورها. الاثنين حلوين يا ندى، بس ما حدش بيسكن في بيتين يا عمر، بيستعبط. عمر؟ ايوه. المفروض ان احنا اتفقنا ان احنا نكون اصحابه، بس لكن هو كل شويه عمال يحاول كده ينبط على ايام ما كنا بنحب بعض. طب وهو بقى لما بيستعبط انت بيبقى رد فعلك ايه؟ استعبط. الو؟ اي عمر؟ اي عمر؟ اخبارك ايه؟ لا انا تمام. دي شغالين في الشقه وبعمل لهم كيك. صباح الخير. مش معقوله الصدف دي بقى. فعلا صدفك كترت قوي. ايه مش رايح النادي ولا ايه؟ لا. ليه؟ راح الجامعه النهارده اول يوم في الدراسه. صحيح، الف مبروك. هاي وحيد، ازيك؟ مبروك الكليه. ثانك يو. هاتي مفاتيحك. ليه؟ عندي الصخر العربيه. ازيك يا وحيد؟ ازيك يا نادر؟ ايه ده، ما تخليهاش تسوق العربيه. مين قال لك ان انا بخلي حد يسوق عربيتي؟ طيب يا ريت بس تبعينيك عليها هناك، عشان هي ملكوت واللي رايحه له ده ملكوت تاني خالص. يعني هراقبها لك ولا ايه؟ ما كل واحد يعمل اللي هو عايزه. طيب طيب.
هاخدها لك اهو. سي ثانك يو ان انجل. شوفي محاضراتك فين. بتعملي ايه؟ في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ ممنوع التدخين هنا. ليه؟ ما انا شايفه الولاد بتدخن، وبعدين ما فيش نو سموكينج ساين. الولاد بس اللي مسموح لهم يدخن. اشمعنى بقى؟ تفرقة عنصرية والله. ضلي. هو انت مش من هنا ولا ايه؟ يعني جين. هاي رؤية. بيقولوا لي روكا. سامح. هاي هاي رؤية، تعالي معي. كل الدخان ده المفروض انه غلط على الصحة ان انا اشرب سيجارة واحدة. كده كنا مش 20 سيجارة في وقت واحد. مش مهم صحة ولا غلط، المهم محدش يشوفوها. وتعرفت على ولدين كمان اسمهم نادر وهشام. وسامح وشريف. ايه هما كلهم ولاد؟ وجيهان، ما انا قلتلك. بس جيهان دي بقى السوكول عزمتني على عيد ميلادها في يوم الجمعة. عيد ميلادها فين؟ ديسكوتك كده، بس مش فاكر اسمه ايه. ديسكوتك. ايه اجيبلك انا كمان كرست الواجب من جوه تشوف القبلة اديتنا ايه النهاردة؟ سوري يا ندى اني نزلت كده على ملا وشك. يا سيدي ولا يهمك، بس مالك؟ متضايق شوية، محتاج اتكلم معاكي. طب ما تتكلم يا عمر، مستني ايه؟ انا وما اتفقنا على الطلاق. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في اتنين عايشين مع بعض بقالهم 5 سنين ومش قادرين يفهموا بعض. يبقى عمرهم ما يفهموا بعض. وعلى العموم مها كمان شايف ان ده القرار الصح. لا انا مش هسمع منك كلام على لسان مها. قعدي مع مها وانا مع مها. ده ايه؟ وانت تعرفيها؟ لا ما اعرفهاش، بس اعرفك انت وعارفه ازاي انت بتتعامل مع المشاكل اللي بينكم. ما بتشوفش راي صح غير رايك انت، صح؟ لا مش صح. لا صح يا عمر، بس المره دي لعب العيال ده ما ينفعش، عشان انتوا مش مجرد اتنين حبيبه وفرحانين بالدبلتين. حضرتك اب وهي ام، وفي بينكم بنت ممكن تتهرس في الرجلين. احنا فعلا مش اتنين حبيبه، عشان كده ما ينفعش نكمل مع بعض. يا اخي بطل قرانيه بقى، فكر في بنتك شويه. بنتي لما تتربى من اتنين منفصلين بس عارفين يحترموا بعض احسن ما تتربى من اتنين مش قادرين حتى يحبوا بعض. غلط يا عمر غلط. مالك عصبيه كده ليه؟ هو انت خايفه على بنتي فعلا، ولا كنتيش فاكره بقى ان ظهورك في حياتي هو سبب الطلاق ده؟ يا ندى انا سايب البيت بقالي 7 اشهر، فاهمه يعني ايه؟ يعني قبل ما قابلك تاني. انا ما فكرتش في كل اللي بتقوله ده، لان احنا اتفقنا كان واضح من الاول احنا اصحابه بس. انت كدابه، احنا عمرنا ما كنا لبعض اصحابه بس. انت بتبص لي كده ليه؟ هو انتوا زمان كنتوا ازاي بتسيبوا بعض؟ ما انا حكيت لك قبل كده يا مهيب. يعني كان مثلا بيقول لك ان انا مسافر، انت بتقولي له ما اقدرش اسافر معاك، كان بيسيبك ويسافر هو مثلا؟ اكيد يعني كنا بنتناقش. وباباكي ومامتك كانت حالتهم حرجه جدا لدرجه ان انت ما تقدريش تسافري وتسيبيهم؟ بصي مهيب، هو عمر كان بيقول لي كده كتير، بس انا ما كنتش قادر اسيبهم خالص. وبعدين ايه لازمه الاسئله الكتير دي دلوقتي؟ في الفتره دي في حد يتقدم لك تاني غير عمر؟ اكيد طبعا فيه. وطبعا كلهم ما عجبوكيش، ولا ما كنتيش قادره تنسي عمر؟ ما دام لسه بتحبيه، ايه الذعر اللي جالك ده لما عرفت انه هيطلق؟ يا مهيب، عمر لازم يفضل مع مراته عشان خاطر بنته، ولو ده ما حصلش انا ملياش دعوه، هم احرار. بس انا وعمر حكايتنا خلاص خلصت. خلصت بأمارت حكايه ان انتوا اصحاب دي، مش كده؟ يوه انت تفهمني غلط زيه برضه. انت هتغضبي بقى زي العيال الصغيرين. طب ما ممكن تكون انت اللي غلط يا ندى. انا غلط؟ ايه يعني اللي انا فاهماه غلط؟ الدنيا ما فيهاش امان يا ندى، مش كده؟ امان؟ مامتك وباباكي الله يرحمه بيتجوزوا عن حب. اتجوزوا عن حب، بس بابا اتجوز بعد كده وعرف ستات كتير. من يوم ما انا وعيت على الدنيا وانا عارفه ان هو كان بيخونها. بس يعني مش بابا لوحده، رجاله كتير كده. احنا شخصين ما اعرفش حد متجوز ومخلص 100%. عشان كده طبعا كنت بتخلقي بقى اي حجج اول ما خطوه الجواز يتقرب. وعشان كده جالك حالة ذعر أول ما لقيت إن احتمال إن عرض عمر ده يتجدد تاني، مع إنك بتحبيه ومحتاجاله. صدقي بقى أنا دلوقتي تأكدت إن أنتوا فعلا صحاب وبس. ان شاء الله هبقى معاكم في سكشن العملي كمان. اتفضل. انا اسف. مفيش مشكله. هو لازم جنب حازم. ايوه لازم جنب حازم.
بس يا ريت نبقى نخلي بالنا من موعدنا بعد كده. بالذمة في حد يسيب الجامعة في انجلترا ويجي يتعلم هنا؟ باباي كان عايز كده. وبعدين هنا ماله؟ انا هنا مبسوطه قوي قوي وعلى راحتي، اخواتي بيحبوني. هلاقي ايه اكتر في لندن يعني؟ هتلاقي ايه اكتر؟ هتلاقي لسه الشباب زي الورد عمال تحكي عنهم بقالك ساعه. سبت ده وصاحبت ده كاني بشتري فستان جديد. ما لقيتش فيهم درايت بيرسون. الموضوع مش موضوع رايت ولا رونج، الموضوع يا بنتي ان احنا مش احرار قوي في علاقاتنا كده زي ما انت مفكره. ليه يعني؟ عادي عادي يعني. انا لو قبل ما صاحبك كنت مصاحبه ثلاثه كان زمان دلوقتي لسه بتحبيني وعايز تتجوزني؟ لا طبعا. طيب وانت كمان بقى بطلي تحكي على الليسته ديت، ناس كتير قوي ممكن تفهم غلط يا رو. بين انت مساء الخير. مساء النور. انت مش فاكراني ولا ايه؟ لا ازاي فاكراك طبعا. في حاجه مش فاهمها؟ ده انا اكتر مره فهمت فيها النهارده، بس بفكرك في بيننا طارق قديم. ده في ملعب الرمايه هناك، لكن هنا حضرتك طالب وانا معيده. هو احنا متقاسمين بقى ولا حاجه؟ طبعا لا. امال ما جيتيش الجلسه ليه؟ بصراحه حاولت كده اخترع لك حجه، بس انا عارفه ان انت تكشفني. انت ما بترديش عليه؟ بص يا مهيب، انا واخواتي كل واحده فينا اتربت جواها كلكوعه مكعبره قد كده، عشان باباك بيسيب مامتها ويروح لواحده تانية. انت عايزني اعمل كده في بنت عمر؟ المشكلة بنت مصطفى أبو حجر مش بنت عمر. عامل كده عشان ماما وحياتي ما تبقاش بالها. تاخدي بقى؟ لا على فكره محدش ياخد باله، مش عشان انا مش فاشله. Ladies and gentlemen, we have a special guest in our tonight, the star himself, Mr. Kibo. Please welcome Karim Shehari. غادة ايه؟ قومي. في ايه؟ قومي بس بسرعة. متفقين على كده الساعه 3 الصبح والهنا ما بتردش على الموبايل. ان شاء الله خير. ما تقلقيش يا ندى، ما تقلقيش يا غادة. انا لا قلقانه ولا زفت، وبعدين مش من حق اي مخلوق يجرجرني زي الغنم في انصاص الليالي ايا كان السبب ايه. ارجوك يا غادة اقفلي بقك خالص، انا مش طايقه اسمع حاجه. انت ايه ما عندكيش دم؟ انا ما اسمحلكيش. يا جماعه عيب، ما تنسوش ان انتوا اخوات. يعني انت عايشه في لندن طول عمرك؟ بس انت بتتكلمي عربي كويس قوي. ما انا مصريه، مامتي مصريه، بابايا مصري. وما شفتيش ولا فيلم ولا مسلسل ليا لغايه دلوقتي؟ شفت الفيلم. عجبك؟ I loved the movie. You're a very good actor على فكره. Thank you. Really؟ والله you are. خلاص يبقى لازم تيجي تشوفي المسرحيه الجديده بقى. انت بس حلو قوي. انت كمان. اهي اهي الهانم اهي. اهي قاعده زي القرد اهي. ايه ده؟ ده كريم الشرقاوي ده اللي قاعده معاه؟ كريم الشرقاوي. علي. بس انت مساء الخير. مساء النور. هاي يا مهيب. سهلا من بدري. من شوية. تعرف بعض؟ كريم. كريم الشرقاوي طبعا. ممكن حضرتك بس تمضيلي على دي؟ علي. اسمك ايه يا حبيبي؟ مساء الخير. مساء النور. ما بترديش على الموبايل ليه؟ انا مش هسمع الكلام. يعني ما تسمعش الكلام؟ يعني انا مش صغيرة. في اختلاف. انا مش صغيرة. ما ترديش عليا. انا مش صغيرة. Never ever do this again. انت عارفه انا كلمتك كام مره؟ قلت لك المزيكا كانت عاليه. ما سمعتوش؟ انا مش كذابه. اسمعي، انا وافقت انك تروح على اساس انك راجعه الساعه 11. اولا مش من حقي توافقي ولا لا. انا حره من انا عايزاه. انا نوت ماي ماذر. اوكي، انا اختك الكبيره وخايفه عليكي. حدودك لازم تعرفيها كويس. ما حدش هنا واسي على حد. انت مجرد امينه على الفلوس لحد ما السنه تخلص وكل واحد يروح لحاله. احنا مش عيال. كنت قلقانه عليها، قلقانه عليها.
ايه؟ ما بتسمعش اللي بيحصل اللي قدها واللي قد امها كمان؟ انتوا ايه؟ مش بني ادمين، مش بني ادمين. عايز ايه؟ عايزك في موضوع مهم ومش جاي لك صوت ولا حاجه، وبتعب جدا لما بتكلم وانا بجري. اقفي بقى. لما انت شايفه ان حكايه انكم تدوروا على الرؤيه دي غلط، ايه اللي نزلك مع ندى؟ انت مين ادالك المساحه انك تتكلم في موضوع زي ده؟ وانت مالك؟ ولما انت مش عايزه بجد تتكلمي معايا في موضوع زي ده، ايه اللي خلاكي بقى تسيبي التراك وتيجي تسمعيني؟ ايه الموضوع اللي تخيلتي ممكن يبقى بيني وبينك غير موضوع ندى ورؤيه؟ ايه؟ تخيلتي مثلا ممكن اقول لك اني معجب بيكي؟ انت قليل الادب. على فكرة أنا شفتك وأنت بترقصي من الشباك، بترقصي حلو زي البنات العاديين يعني. يبدو أن انجذاب الغادة هو مجرد انجذاب طبيب لحالة استفزته، يعني لا بحبها ولا نيلة، أنا بس كنت عايز أدعبس في نفسيتها وأصلح لها العوج اللي سيئاه على الناس ده. وادي غادة كمان طلعت قوي. الخوف بقى لكون مش ناوي احب خالص، ربنا يستر. ده نصيبك من فوائد الشهر، عايزه تحوشي منه، عايزه تصرفيه كله، انت حره. ندى ام سوري، انا بس عايزاكي تعرفي ان انا كنت متاكده انك ما بتعمليش حاجه غلط وانك مش كدابه. انا بس كنت قلقانه عليكي. انا عارفه، سوري بقى. هو اللي جاب كريم الشرقاوي الحفل؟ ايوه. بص، اولا يعني انا مش عايزه حد منهم يعرف ان انا باجي هنا. اولا ما فيهاش مشكله خالص. ثانيا، هو انت شفتني بجد وانا برقص؟ ايوه شفتي، كنت بترقصي بالاماره، كنت لابسه فستان شيك قوي ومش ستايل لبسك خالص يعني. ده بتاع رؤية. هلو يا رب، اقول المسرح منور ليه النهارده؟ ها عجبك المسرحيه؟ سو فاني، دمها خفيف قوي. ايه خير؟ ايه خير؟ شايفني غيرت؟ سوري يا ماما. انت بتحب ننزل احنا عقبال ما تغير انت؟ خليك زي ما انت. زي ما لا لا، حاجات اوضه ثانيه، خليك ثواني. اوكي، هكون معاك على طول. يلا. ايه مالك خايفه من ايه؟ مش هياكلنا. اصلك انت ما تعرفيش كريم ده المجلات بتكتب عليه اشاعات قد كده مع البنات. لا منورين. ما تخافوش ما تخافوش، حرقت العمل في الفصل الثاني. لو عجبك المسرحيه روايه تعالي الاسبوع الجاي معاكوا اصحابكوا، انا عازمكوا. اوكي فاين، تعالي معاهم يا نيسه ندى. لا ميرسي، انا كفايه عليا قوي مره واحده. ميرسي. سو فاني. بس انت لسه بتحبيه يا ندى، لما كنتيش بتحبيه كنت حبيتي حد بعده. مش سهل قوي كده، الحب الحقيقي ما بنقولوش في حياتنا غير نادر جدا. انت عارفه ان الواحد ساعات ممكن يعيش حياته كلها ما يحبش بجد غير مره واحده بس، وممكن كمان ما يلاقوهوش خالص. حد يطبخ بالليل كده؟ حد يصحى بالليل كده؟ جعانه. طب استني خمس دقايق وهناكل كلنا مع بعض. اوكي احكي لي بقى عن يور اكس بوي فريند. انت هبله ولا ايه؟ هو الحب هبل؟ سذاجه. فين الاطباق؟ انا ممكن احطها لكم على السوق. كتر الف خيرك، الاطباق هناك اهي، اتفضلي حضرتك. على فكره في دكتور نفساني كويس جدا في الشاله قدامنا، ممكن ينفع. يعني بتذم يرضي مين ده ان احنا نعمل الجلسه بتاعتك من صباحيه ربنا واحنا ماشيين على رجلينا زي الهبل كده، لمجرد ان حضرتك خايفه لحد من اخواتك يشوفك وانت داخله عند العياده؟ اولا شغلتك انك تستحمل عيانينك، ثانيا ما انا قلت لك ادفع لك اكتر من ثمن العياده ده، انا ما رضيتش، وبعدين ما اجبرتكش انك توافق. ثالثا انت قلت الادب، لان انا وافقت عشان احنا اصحاب وجيران مش عشان قرشين الزياده. انا قلت الادب؟ قلت الادب. احنا مش اتفقنا على ان احنا نبقى صرحه ونقول لبعض على كل حاجه؟ اتفقنا ان انا اللي احكي لك وبس، واتفقنا على الصراحه مش الوقاحه. خلاص يا ست انا اسف. وانا كمان، بس ما هي دي المشكله،
انا كده كلامي زي الدبش مع اي حد، معقده جدا. امال ايه اللي حوجني الواحد زيك؟ حوجك الواحد زيي ده مش دبش، دي زباله. ما انا بخاف على نفسي قوي يا مهيب. انا اكره بس ما تجرحش. تفتكر مصطفى ابو حجر كان طيب صحيح زي ما ندى بتقول؟ تفتكر ماما ما فهمتوش صح؟ مين؟ بابا؟ مصطفى ابو حجر ده اللي خدت عليه 4 جوائز بقولك، فاكره؟ ايوه سيريس موفي، سيريس اكشن. اوكي بس اكتر واحد هيعجبك هو بيني وبيك. واو، عشان رومانسي زي القمر، شكلك حلو قوي. خلصيهم هجيب لك 4 تاني. بجد؟ I'd love that. Thank you so much. كان يوم حلو قوي. يوم بيوتيفول. هتفكر في شغل؟ هفكر في شغل. تعالى بقى تبقى حلو قوي. ماشي؟ طب احنا دلوقتي ولا في النادي ولا في الجامعة؟ تحبي بقى نتعامل مع بعض ازاي؟ ازيك يا كابتن؟ لا طالما ازيك يا كابتن يبقى نقعد بقى. جودة، ليمون، تحب تشربي ايه؟ بشرب، ميرسي. انت بجد من اسكندريه؟ ايوه. انت عارفه انك احلى بنت شفتها بتضرب نار؟ عندك ستايل هايل في الضرب. مفيش فرق بين ولد وبنت، في حد بيضرب كويس وحد بيضرب وحش. طب انت عارفه اني رحت؟ انت عارف انك اكتر واحد تطفل عليا في حياتي. اوكي ممكن تشرب الليمون وبعدين تمشي. هاي روكا. هاي، ايه اخبارك؟ اتاخرتي ليه؟ نعم، وغدا هرم كمان لسه ما جاتش لغايه دلوقتي. يا خبر ابيض، وايه الشرايط دي كلها؟ دي شرايط كريم جابها لي هديه. كريم، وانت شفتيه فين؟ عزمني على العشاء. وايه كمان؟ ما تخافيش يعني، ما خدنيش في حته ضلمه وعمل فيها حاجات مش كويسه. انت قلت الادب. اي نو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده، انت جايبه حاجات جديده؟ ده بنطلون جينز و حاجات كده عشان الرحله. طب فرجيني وريني. جبتي ايه بقى؟ واو، ما لقيتش غير اللون ده. ده لون حلو قوي. والكيس التاني فيه ايه؟ في مايو. مايو، اسمعي بقى، انا طالعه الرحله دي عشان كلفت من الكليه، بس مش هراقب حد ولا طالع اخد بالي من حد. وانا قلت لك راقبيها. مش عايزه ارد، انا حر. انا قلت لك ردي. تقول لي ايه اللي خلاكي ترمي لها الكلمتين اللي زي الدبش دول؟ اقول لك ما اعرفش، مع ان انا كنت ناويه صالح. انت قلت بقى تغلوشي على موضوع المايو ده، بدل ما وشك احمر زي البنات العاديين رحت رميالك دبشتين اهو. هو انت عمرك ما هتغلف في اللعبه دي خالص؟ انا جاي اركز في كونكت فور ولا جاي اركز في علاجي؟ وبعدين انا جاي اشتغل مش هلعب يا ماما. عارف يا مهيبه انا طالعه الرحله ليه؟ مش تكليف من الجامعه ولا حاجه. انا كان ممكن اقول لهم ان انا مش عايزه اطلع. يعني انت قلت اكيد تطلع عشان تاخدي بالك من رؤية مثلا. صح، هروح بقى اضرب نار شويه. غدا، هو كابتن حازم طالع الرحله؟ وانا شعرف مهيب. انا عارف هو طالع. اصبحت غادة اكثر حيوية واشراقا، هو بغباوته الحب. وانت هتتحب امتى يا منيل؟ تفضل مقضيها علاج وخلاص ولا ايه؟ ليلة 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 لي
كريم. فين جيت؟ مش قلت لك هحاول؟ بقول لك ايه؟ قول. ما تيجي تركبي معايا؟ لا مش هينفع. ليه بس؟ قالوا لي ما انصحك كريم. تعالى انت اركب معانا. يا بنتي اتجننتي؟ دول ياكلوني اكل عدلك. يا سلام. ايه بيكلميني اه؟ طيب اوكي. يلا باي. والنبي لفة صغيرة. عمت كتير النهاردة. وحياتي بقى والنبي. والله عمت كتير. عشان خاطري يا حازم. لفة واحدة بقى عشان خاطري. طب تعالي يلا. مرسي يا حازم. بس لفة واحدة. بس انت اللي حضرتني ها؟ المفروض انكم الصغيرين. مش كل شوية هجري ورا واحدة فيكم اقول لها غلط وعيب. انا ما بعملش حاجة غلط ولا عيب. زميلي وعايزة اركب معاه. بخاف اركب لوحدي. يبقى ما تركبيش. اعتبريه زي اختك يعني سبابة. ما هي رؤية اهي بقى لها ساعتين راكبة اليخت مع كريم الشرقاوي. لحد قال لها عيب ولا ممنوع؟ ايه مش شايفاها؟ نظرك مش جايب اللي حازم وبس ولا ايه؟ هايدي احترمي نفسك. ارجوك ما تتضايقيش. اوعى. زق. ازق؟ ايوه زق. ازق ماشي. لا لا. نسيته. قال نسيته. لا مش ممكن يا رؤية يا خرابي. انتي عارفة يعني ناسي معاكي ان انا فنان ونجم ومشهور وليه برستيجي. ناسي كل داس. وانا كمان ناسي انك فنان ونجم ان يعني لازم اتصرف معاك بطريقة معينة. جد؟ رؤية. هاي. ازيك يا نسا غادة؟ فضلي يلا انزلي. ليه؟ من غير مناقشة. لا مش هاجي. ما عنديش استعداد ان انا اسمع كلمة من حد لمجرد انك اختي. انا مش بعمل حاجة غلط. وجودك معاه اكتر من ساعتين في عرض البحر في ماركت ده يخلي الناس تتكلم. سو طز فيهم. رؤية اركبي معاها. معلش. لا اركبي معاها يا رؤية. لا من فضلكم اخرجوا بقى. خلاص خلاص يا نسا غادة اتفضلي حضرتك انا هتصرف. خلاص موعد. انت ليه كنت عايز اركب وراها؟ عشان عندها حق يا رؤية. عندها حق. الناس ممكن فعلا تتكلم. انت عارفه لو واحد صاحبي خد لنا صوره هنا بكره هتلاقي منشوره في الجرايد كلها. اه ما انت بقى ستار ونجم والحاجات دي بتاثر معاك مش كده؟ امسك. ايه رؤية؟ خد ايه؟ رؤية. بس يا رؤية يا مجنونه. زياد ده بقى كان فظيع. قعد يجري ورايا 3 شهور من غير ما يقول لي اي حاجه. زياد في لندن ملجون ومايكل وبوفين في كعبيش بقى. المهم قولي لي قال لك انه بيحبك ازاي؟ ما قاليش. انا اللي قلت لك. اصعب عليا قوي قوي. روكا انت لسه فيرجن؟ ايه يا بت انت سكرتي ولا ايه؟ اه لسه. ده الدرس الوحيد اللي مامي كانت بتعلموني في لندن. كانت دايما تقول لي روكا انت مصريه. المصريه لازم تحافظ على نفسها لغايه ما تتجوز عشان جوزها يبقى براود اوف هير وما يعملهاش فضيحه. في الاول نفذت الكلام ده من غير ما افكر فيه. بعدين عجبتني الفكره. قلت اني لما احب حد قوي اكيد هتجوزه في الاخر ويكون هو الوحيد اللي يستحقني. طب انا هقول لكم على حاجه. انا ماما مره زمان قالت لي ان الراجل اول ما يبوس مراته تبقى حامل على طول. اهي جت اهي. انا مش عارفه اختك دي عامله كده ليه. مش طالعه روشه زيك. صوتك جايب لاخر الدنيا. ممكن تتفضلوا تروحوا تناموا بقى. مش قومتينا من الكلاب بالعافيه؟ عايزين ننام كمان بالعافيه. وايه الجرزه اللي انتوا عاملينها دي؟ يلا اتفضلوا انزلوا. تحبي تنزلي معانا تنامي عشان تضمني ان احنا نخلص خالص؟ دي واحده تكونوا تحت. صباح الخير. صباح الخير يا اختي. مالك يا اختي عامله في نفسك كده ليه؟ اصل افندي بتاعي نزل قلت فرصه اروق البيت. المهم سيبك مني انت عامله ايه؟ الحمد لله انا كويسه. اسكت. مش روكا كلمتني؟ لا والنبي. اه انبسطت جدا جدا. وعاملين ايه؟ الحمد لله مبسوطين قوي قوي. ده دي نمره ما اعرفهاش. الو؟ طبعا رديتي عشان مش نمرتي. على العموم انا مش بتكلم بصفتي صديق ولا حاجه. انا عايزك في شغل. ها؟ قال لك ايه؟ عرفت ازاي انه هو؟ قلب الام. عازم نفسه على العشاء هنا بكره وبيقول لي شغل. مهيب مش احنا اصحاب؟ لا بطل بقى. اسمع انا هستغلك انت تتعشى معانا هنا بكره. يا سلام على ده استغلال. يا ست استغليني كل يوم. لا بجد ما ينفعش يجي هنا وانا لوحدي. طبعا لازم يبقى معاكي محرم. وحشني قوي. مش بقول لك لازم محرم.
يا خبطت في رجلك تاني يا عم، ما ينفعش تاني بقى. تاني تعملها بس اعملها جامد. يعني هو الكنكس مش هخليهم يكبروا من انك بتشرب ويسكي؟ على فكره بعد كشفك زياده بدك فيه انا بتشرب قدامهم. يعني يا روكا قلت لك ده عشان منظري، عشان المنظر العام. فهمت؟ جيهان هتسال كريم. يا سلام يا كريم، انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ وايه مواصفات البنت اللي انت عايز تتجوزها؟ ما اتجوزتش عشان ما لقيتش البنت اللي تناسبني يعني. بس وايه مواصفاتها؟ لا مواصفاتها انها تقدر تستحملني يعني. انت بتفهم بس ان اسلوب حياتي مختلف عن اسلوب اي واحد عادي يعني. ساعات بيجي لي سفرات كتير جدا، ساعات بشتغل طول الليل وانام طول النهار، وتفهم يعني ليا معجبين ومعجبات يعني. ما تغيرش بقى وتخنقني والكلام ده يعني. بس كده؟ لا دلعني بقى. يعني بقى تخلي بالها من مواعيدي، من لبسي، من حاجات دي. تتجوز عارف سكرتيرك احسن. هايدي هتسال حازم. انا بقى مش هسالك، عايزك تغني لنا اغنيه. حازم صوته جميل قوي يا عزيزه غادي. هو كمان بيغني؟ بتغني؟ طبعا انت كنت متوقع خلقه احلى من كده بكتير هي اللي تفتح لك، بس ندى لسه بتلبس. ازيك يا دكتور؟ يا ريت بقى تقول لي يا مهيب من غير دكتور، وانا اقول لك عمر من غير استاذ. اوكي اوكي، اتفضل يا دكتور. ندى عزمتني معاك النهارده عشان اخواتها مسافرين، مش عشان اي حاجه تانية. يعني تقدر تعتبرني كرومبا قاعده معاكوا على ترابيزه السفره. كاني مش موجود اساسا يعني. الليله دي كلها معموله علشانك انت يعني. انا ازيك يا دكتور؟ تاني يا دكتور. مساء الخير. ازيك يا عمر؟ ازيك يا ندى؟ ميرسي. ايه رايكم بقى؟ فظيع فظيع فظيع. تسلم ايديكي. ميرسي. الباستا. الله، برافو عليا، اخترت صح. اخترت ايه؟ هو انا مش قايل لك اني عايزك في شغل؟ لقيت فكره برنامج هايله بجد والله. ايه بقى؟ طبق الندى. طبق الندى اسم البرنامج كده. ساعه على الهوا مره كل اسبوع، وكل حلقه بمنيو مختلف، والجمهور يتصل يستفسر بقى عن اي حاجه ليها علاقه بالاكل، توضيب السفره، ايه الطبخ مع ايه، الجو ده يعني. طب وليه اسمه طبق الندى؟ طبيعي، ما هي ندى هي اللي تعد وتقدمه. انا بقول لك ايه، مفيش حد انسب منك يعمل الموضوع ده، مش بس عشان طباخه جباره، انت ناسيه ان انت خريجه اعلام ولا ايه؟ صح، برافو عليك. اظن كده بقى عدى العيب اهو. لا طبعا، تلفزيون ايه وكلام فارغ ايه؟ انا ملياش في الكلام ده خالص، ما ينفعش. لا مش ممكن طبعا. ايه ده؟ وده حتى كمان مش دلوقتي، ده بعد الاكل. لا يا اخوي انا ملياش في الكلام ده، انا ما اقدرش اطلع في برنامج تلفزيون، ده جنان بصراحه. بقى كل انت قلته وزوليتك ببرستيجك ونجوميتك، حتى ما قلتش انك كنت تحبها. ما طبعا هحبها. ايه سو سيلفش اوف يو، اناني قوي. مش اناني ولا حاجه، مش هي تبقى مراتي؟ يبقى لازم تريحني. طب ما انت كمان لازم تريحها. ما انا هريحها طبعا. طب سي ان احنا هنتجوز، عايزاني ابقى عامل ازاي يعني؟ مين بقى قال ان انا هارد اتجوزك؟ قولي لا. قولي احنا نلعب
اللعبه دي؟ لا 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 مش هلعب ولا حاجه. عامل كاس؟ لا لا انا هروح انام بقى. ايه تعالي 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 ايه يا كريم؟ ايه يا روك حد ينام دلوقتي؟ ايه يعني انا تذكرت ولا ايه؟ قولي بس. ايه يا كريم؟ ايه روكا بس تعالي بس روكا روكا تعالي بس تعالي بس تعالي بس انا معجب بيكي وانت معجبه بيا يبقى ايه المشكله؟ المشكله ان انا عايزه انام. اوكي روكا تعالي بس تعالي هنا. ايه يا حبيبتي؟ ايه يا كريم؟ روكا كريم استنى مش حاجه. ايه ايه ده انت بتهرج؟ عايزين نعمل ايه يعني؟ Are you crazy؟ مش انتي كويسة؟ مش مفروض تيجوا بكرة ولا ايه؟ انتوا اتخنقتوا؟ اتخنقنا ولا حاجة، احنا بس زهقنا. انتي مالك؟ في ايه؟ روكا انتي غلطتي. انتي كمان بتقولي غلطتي؟ لا ما غلطتش. لا يا حبيبتي غلطتي. واحدة تعرفت على واحد في الديسكو وهي اللي راحت عرفته على نفسها، وبسرعة اعتبرته صديق وحكيت له كل حاجة عن حياتها. فضلتي سهرانة معاه لوش الفجر وانت لوحدك وعارفة انه متنايل شارب. طبعا لازم يفهمك غلط. لا يفهمني زي ما انا، يفهمني صح. ما بطلي عبط بقى، يفهم زي ما هو عايز يفهم. احنا في مصر يا بنتي، ما احناش عايشين في الدنيا لوحدنا، في مجتمع وفي ناس، في صح وفي غلط. بس كويس انك ما كنتيش هناك لوحدك، اختك حبيبتك كانت معاكي. صح. خلاصه الموضوع بقى ان اللي اسمه كريم دوت قليل الادب وسافل واطي. وانا في لندن كانوا كلهم بيعاملوني على اني ابنورمال، لدرجه ان كان في ولاد بيسيبوني لما يعرفوا ان انا لسه فيرجن. لما جيت مصر لقيتهم برضو بيعاملوني على اني ابنورمال. يعني يا صاحبت ولاد كتير، ازاي تشرب سجاير قدام اي حد؟ وانت قعدت مع كريم لوحدنا في حته قدامهم يبقى في بينا حاجه. المشكله ان انا لسه مصدقه البوينت اوف فيو بتاعي، شايفه ان الصح والغلط هم اللي انا شايفاهم كده. مش مهم الناس شايفه ايه. I don't care about people. Do you think I'm schizophrenic؟ ياه شيزوفرينيا مره واحده. ممكن اسالك سؤال؟ تخيلي قدامك كوبايه ميه ساقعه متلجه وجنبيها كوبايه شاي سخنه مولعه، وشربتي بق من ده وبعديها على طول بق من التانية، ايه اللي ممكن يحصل لك؟ سناني هتوجعني. هو ده اللي عندك، عامل زي وجع السنان بالظبط، قلق وارياف عشان تغيير الجو. لما تتعودي بقى على الجو مش هيجيلك لا قلق ولا أريافة ولا اي حاجة. Do you think so؟ Yes. سلمي على أنكل كمان، سيدنا محمد رسول الله. تفضلي. شكرا. غادة، ما قلتليش بقى ايه رايك في موضوع الشغل؟ وانت مالك برايك؟ دي حاجه تخصك انت لوحدك، المفروض تشوفي ايه اللي افضل بالنسبه لك. طب هاتي. مفيش. انا رايي الشخصي ان دي فرصه كويسه بالنسبه لك، خصوصا انها ليها علاقه بدراستك، وتبقي عبيطه لو رفضتي. ايوه اقبلي اقبلي. طب قولي لي بقى، انت في حاجه حصلت في الرحله ضايقتك؟ في حاجه بس ما تخافيش عليا، انا بعرف الحق نفسي في الوقت المناسب. مسافر كده من غير ولا حس ولا خبر؟ انت يا ستي مش بتقولي عنده بطوله؟ ايوه ربنا معايا، بس يعني كان يسلم الاول بعدين يبقى يسافر. يسلم فين؟ انت رجعت من الرحله فجاه وبقالك اسبوع ما روحتيش الجامعه وما روحتيش النادي غير لما عرفت ان هو سافر. انا كان لازم اعمل كده عشان ما اتعلقش بيه. يا سلام، وانت كده ما اتعلقتيش بيه؟ وحشني قوي يا مهيب، حاسه اني عيانه بيه. عيانه؟ ده انت كده خفيتي. طب غير الموضوع بقى، رؤيه جاي. هاي مهيب. زي هاي. انا روحي هرجع. كويس انا يا ام، عايز احكي لك حاجه مهمه قوي. ايه؟ كريم جالي الجامعه، قعد يعتذر لي كتير قوي وقال ان عمره ما يفهمني غلط تاني. طب وانت ما كنتيش عايزه تحكي ده قدام غدا ليه؟ هي شايفه انه واطي. واطي؟ وانت شايفه ايه؟ انا مصدقاه. غير الموضوع بقى لحسن. غدا جاي. هاي هاي ازيكم؟
هل كان بقالي 3 ساعات في اجتماع مع عمر في المكتب عشان خاطر البرنامج؟ حد عايز بوب كورن؟ لا انا عايز فشار لو سمحتي. طب ما تيجي معايا نروح نجيب. لا خليه معايا عشان مش الوقت يروق. اوكي يلا تشاو. عايز احكي لك حاجه قبل ما ترجع. خير؟ انا بغلط بتلك عامل البرنامج ده حاجه، كل شويه بكلم عمر وبيكلمني كل ساعتين تقريبا، وكل ما نتقابل نتكلم 10 دقايق على البرنامج وباقي القعده نتكلم في اي حاجه في الدنيا، وهو كمان بيستهبل كالعاده. مصيبه بقى ان انا مبسوطه وسايقه الحبال على الشيطان. اهم حاجه مش مبسوطه قوي قوي. خلاص يا ستي سوقي اي حاجه على اي حاجه براحتك. طب غير الموضوع، غدا رجع. فجنين اتطلقت يا عمر؟ يعني انت كنت بتاخدني على قد عقلي، عامل سامعني وبتفكر في اللي بقوله لك، وفي الاخر ولا كاننا اتكلمنا في اي حاجه. ازاي تتطلقوا ومن شهر بحاله ما تفكرش تكلمني ولا تقولي؟ يعني انت كنت بترد على اهلي انت كمان؟ انت غريبه قوي. وبعدين بقى انا لو كنت قلت لك قبل ما يحصل كنت هتفضلي تقنعيني ما اطلقش. قال ايه لمجرد خوفك من عقده الذنب ومن ان طلقنا وما هيكون له علاقه بيك؟ طب وندى مالها؟ ما هي قدامك اهي، عمرها ما كانت في حاله استقرار نفسي قد اليومين دول. دي بنتي يا ندى، هتخافي على بنتك اكتر مني؟ فشار مع حبي اهو كان بالسهر. شفت واحد كان؟ طيب اوكي باي. ازيك؟ تعرف انك لما تفتكر انك نجم بتتحول؟ بتحول؟ بتحول ازاي يعني؟ كل حاجة فيك بتتغير، نظرة عينيك، وقفتك، ضحكتك، زي ما تكون بتتصور بالظبط. انت غيرتي ولا ايه؟ غيرت عشان البنات دول جم سلموا عليا؟ لا خالص. طب وليه ما غيرتيش؟ ما غيرتش، معرفش. I don't know. انت اتضايقت عشان ما غيرتش؟ لا خالص. مش انت قلت في الرحله ان مهم ان البارتنر بتاعتك ما تغيرش عليك؟ دي كانت لعبه. لا لا لا، هو ده بقى كان رأي الستار البلاستيك. بلاستيك؟ انت كمان سكيزوفرينيك على فكرة. انا ايه؟ سكيزوفرينيك؟ صاحبتنا بتروح في حتة انا مش عايزاها، يعني مثلا بيقول لي انه بيبقى مبسوط قوي واحنا مع بعض، بقول له انا كمان، بس مش بيبقى قصدي مبسوطة قوي اللي هو يقصدها. بيقول لي انه نفسه نفضل مع بعض على طول، بقول له انا كمان، بس مش ببقى حاسة بكده قوي. امبارح بقى قال لي بحبك. قلتي له وانا كمان؟ ما انا بحبه يا مهيب، بس مش الحب اللي هو يقصده. غلط مش كده؟ انت شايفه ايه؟ انا حاسه اني محتاجه اسمع كلام زي اللي بيقوله لي كريم، محتاجه اقول كلام زي اللي بقوله لكريم. وحشني قوي the feeling of a girlfriend عندها boyfriend. عايز اسمع كلام حلو، بس اكني مش شايفه كريم. انت فاهم؟ فاهم. يا نهار اسوح، ده مفيش حد في الدنيا دي كلها فاهمك قدي. قومي ليه؟ روحي اقعدي على المكتب، انا عايز اعترف لك على حاجه مهمه جدا. ايوه. انت بتقولي انك لما بتبقي قاعده مع كريم بتبقي سامعاه بس كانك مش شايفاه خالص، مش كده؟ ايوه. طب تقولي ايه بقى على اللي هيموت على احساس البوي فريند اللي عنده جيرل فريند، لدرجه انه لما بيبقى قاعد لوحده بيبقى كانه شايف الجيرل فريند دي وسامعها وبيقعد يتكلم معاها وبصوت عالي مع انها مش موجوده اساسا. ده انت؟ امال امي. يا حرام، انت جننت يا مهيب. لا ده مش جنان. بصي، ربنا خلق الناس دي طول الوقت في الدنيا بيدوروا على الحب. في منهم ناس محظوظين بيلاقوه، وفي ناس بيعيشوا ويموتوا وهم بيدوروا عليه. على فكره انت دكتور كويس قوي. لا انا دلوقتي مش دكتور، انا مريض. انت اللي دكتوره. ها اعمل ايه يا دكتوره؟ ايوه صح صح فكرتني. اشرب بقى ميه قبل ما تنام. تأكد لي الآن أن شعوري تجاه ندى وغادة لم يكن حبا على الإطلاق، كان مجرد احتياج للحب. فشعوري ناحية رؤية مختلف تماما، بقيت عايز أشوفها بأي حجة، بتوحشني أول ما تسيبني، بحب ضحكتها، كلامها، شقاوتها، بعشق تفاصيلها.
بشرب كل يوم بق ميه قبل ما انام عشان احلم بيها. بغير جدا بمجرد ما تجيب لي سيري كريم، وبفرح جدا لما اتاكد انها ما بتحبوش. يا رب تكون ما بتحبوش. دلوقتي بس اعترف اني غرقان لشوشه حب رؤى. الخوف بقى لو فقت من الغرقه دي. ربنا يستر. مالك يا كريم؟ مالي؟ شكلك متضايق. ليه؟ في حاجه حصلت تضايق؟ لا، ما انا عشان كده مستغربه. مستغربه؟ كريم ار يو ماد؟ يعني انت متاكده ان مفيش حاجه تضايق النهارده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ انت ازاي تتكلم معايا كده؟ بصي يا روكا، انا طبيعه شغلي بتخليني اخلي بالي قوي من تصرفاتي وتصرفات الناس اللي معايا. سميها بقى نجوميه، سميها بلاستيك، سميها زي ما تسميها. المهم عندي ان برستيجي احافظ عليه 24 ساعه في 24 ساعه. برستيجك وسط اصحابك؟ وسط اصحابي وسط الناس كلها. وانا بقى عملت حاجه بوظت برستيجك؟ عشان زقتك في الميه يعني؟ كريم، that was a joke. Anyway, I'm sorry. انا مش قصدي موضوع البيسين بس يا رؤيه، انا بتكلم بشكل عام. عملت رؤوسي مع داوود، هزاري مع داوود، عمري مع داوود. بقى بذمتك مين كان النجم النهارده، انا ولا انت؟ ده انت ما عادش تتكلمي معايا جملتين على بعض لوحدينا. وانا ما حدش معبرني ولا كاني موجود. بس كده، هي دي اللي كانت مضايقاك، ان انت ما كنتش النجم. نجم؟ لانك بقى انا نجم غصب عنك وغصب عن كل الناس. لوكا، انت بتحبيني؟ لو كان ردك انا بس عايزك تفهمي ان انا عايزك تحبيني بطريقه معينه. وانا عايزه اروح يا كريم. كسبت البطوله يبقى مالكش حاجه. اظن تركز بقى شويه، ده انت فاتك كتير جدا. خلاص بخ. ايه بخ؟ هقدم اعتذار السنه دي، مستحيل الحق. انت عندك كام سنه؟ 26. وناوي تتخرج وانت عندك كام سنه؟ 40. ده هم خمس مواد عمر. انت لسه فاكره؟ انا بقول يعني لو ركزت كده واسترجلت شويه ممكن تلحق. انا ممكن اساعدك. موافق بس بشرط. نعم. نروح السينما النهارده بعد ما نخلص فطار. موافق. بعد السينما تعزميني على الغدا. موافق. بعد الغدا؟ بعد الغدا لازم تنام، انت ما نمتش من امبارح. وبعدين انا مش فاضي. ليه؟ عندي تصوير. ايه بس التوتر اللي انت فيه ده يا ستي؟ عامله زي التلميذ اللي اول مره يروح المدرسه. مرعوبه يا اخي مرعوبه. حاسه اني نسيت التقديم واني عمري ما طبخت قبل كده ابدا. ما تهديها. امال احنا جايبينك معانا ليه؟ مش عشان تهديها؟ بطلي الدبش اللي بترميه ده. بصي مدام متوتره كده يبقى هتنجح. نفسي؟ لا لا، انا مش قادره، انا هعتذر واللي يحصل يحصل. كريم، حد يركب الاير بيس لنا. ايه القمر ده؟ قمر ايه بس؟ القمر ده؟ يلا حبيبي، يلا مكانك شريف. يلا ايه بس يا عمر؟ يلا حبيبي ما تخافيش، انا معاك. استنى شويه، انا قلقانه جدا. يلا يا جماعه، يلا اتفضل يا جماعه، 3 دقايق على الهوا. يلا كده خلاص. يلا 5 4 3 2 1 على الهوا يا ندى. اهلا بيكم في اول حلقه من طبق الندى. بكره عيد الحب، ايه رايكم نقدم اللي بنحبهم مع الهديه اكله؟ مش مهم ايه هي الاكل، ولا المهم كمان ان تكون المقادير مظبوطة قوي يعني. المهم واحنا بنعمل الاكلة دي نبقى فعلا حاسين بجد ان احنا بنحب اللي بنعملها ليهم، وهتشوفوا ازاي احساسنا هيوصل لهم، وهتبقى احلى اكلة اكلوها في حياتهم. وعلى فكرة مش شرط ان يكون اللي بنحبهم دول هم بس الحبيب والحبيبة، ممكن يكون الاب والام، الاخت، الصديق، الجار. المهم ان احنا نستمتع بممارسه فعل الحب. انا في انتظار اتصالاتكم وايميلاتكم، وهنحضر مع بعض اول طبق بعد الفاصل الاعلاني. ابقوا معنا. Thank you.
رأيي أنا بقالي 3 أيام ما نمتش، بفكر في على خدمة. أنا بعترف إني بحبك، بس الحب مش كل حاجة، علاقتنا دي مش ممكن تستمر. وفي حاجة تانية على فكرة خلتيني أخد بالي منها، أنا فعلا بحب أكون ستار ونجم، وما ينفعش إن حد ينتقدني ويقعد يتريق عليا، حتى لو كانت البنت اللي بحبها. بتحب نفسك أكتر؟ يمكن. بصي رؤية، كل الكلام اللي قلته ده كان ممكن ما اقولوش لو كنتي فعلا حبيتيني. انتي ما حبيتينيش يا رؤية، خليكي صريحة، لو فعلا حبيتيني كنت هتحسي بالحاجات اللي بتضايقني وما تعمليهاش. اللي يحب حد ما بيقعدش ينتقده لانه ما بيشوفش حاجة فيه وحشة، صح؟ صح. انا اسفة. ما تعتذريش يا روكا، انت عارفة خلتيني احس بحاجات حتى ما كنتش عارف انها جوايا اصلا. وبعدين احنا ممكن نبقى اصحاب كويسين قوي، مش كده؟ حضرتك شبه معيد عندي في الجامعة بالظبط. تعالى اعرفك على ماما. ماما غادة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. تفضلي حبيبتي. مساء الخير. مساء النور. الاستاذ عمر عاصم مخرج البرنامج. اهلا وسهلا. مبروك مبروك على النجاح الفظيع. الله يبارك فيك. شكرا. باي باي. شكرا. باي باي يا فندم. ميرسي قوي. ايه بقى؟ ايه حلو طعم النجاح الفظيع. وهو مين السبب في النجاح الفظيع ده؟ مش انت؟ وحشتيني يا ندى. وحشتك ايه مفتري؟ ده احنا تقريبا كل يوم مع بعض. بلاش وحشتيني. ينفع بحبك؟ وعمري ما بطلت احبك من يوم ما عرفتك. وانا كمان يا عمر عمري ما بطلت احبك ولا ثانيه. انا دلوقتي ما فيش حد اسعد مني في الدنيا. لا في انا. طيب يبقى نتجوز بقى. اظن دلوقتي ما فيش حاجه تمنع ان احنا نتجوز. لا في يا عمر. اخواتي انت ناسي ان انا مسؤوله عنهم؟ انت ما بتحبنيش يا ندى. لا بحبك يا عمر. اللي بيحب حد بيبقى عايز يعيش معاه على طول، مش بيخلق له حجج واعذار من الهوا. انا بخلق حجج واعذار؟ ندى انا عندي شغل. استنى، مش كل مره تتقمص وتمشي؟ بدل ما تمشي طمني. انا بخاف بخاف يا عمر. لو بتحبني صحيح استحملني، تعال على نفسك شويه وما تعاندش وخدني على قد عقلي يا اخي، وما تقوليش ما بحبكش. انت عارف كويس اني بتنايل بحبك. ما سألتش نفسك انا السنين دي كلها ما حبيتش حد تاني ليه؟ ما كنتش سعيده ولا طايره من الفرحه يعني وانت بعيد عني، بس انا بخاف. فاهم يعني ايه بخاف؟ بخاف ومش عارف اعمل حاجه في نفسي، محتاجه انك تطمني. اهدي يا ندى اهدي. كل مره تتهمني بسهوله جدا ان انا ما بحبكش وتاخد بعضك وتمشي، بس لا يا عمر، المره دي انا اللي همشي. ندى ندى استني. ممكن اخد بريك؟ اوكي. ليه؟ مش انت عيد ميلادك النهارده؟ وبعدين ما انت جبت لي هديه قبل كده، يعني لازم اجيب لك هديه انا كمان. اقصد كل سنه وانت طيب. انا مش عارف ازاي ولا امتى ولا ليه انت بالذات، بس لقيت نفسي بفكر فيك كتير قوي، في كلمه قلتيها في محاضره، في ماتش لعبناه، في كبسه من اللي ايامك بستهم لي. غاده انا بحبك. انا كان عندي ازمه نفسيه، بس خفيت لما الله الله. عشان كده ما عملتش عيد ميلاد. عندك حفلة خاصة. اخلصي هايدي.
انا برضو فكرت في كده، هتفضل تتدحلب لها لحد ما تديك درس في السر، بس ما كنتش اعرف ان الدرس هيبقى في الحب يا انسه غاده. غاده غاده مالك في ايه؟ في ايه اللي حصل؟ مالك قولي لي في ايه اللي حصل؟ انا بحبها والله يا ندى بحبها. باين يا حاسب. انا مش مسؤول عن التصرفات الحقيره التانيه. انا مستعد اول ما اخلص امتحان اجي اطلبها منك او من مامتها في اسكندريه. ارجوكي ساعديني. اوكي انا هحاول. انا عندي امتحان بكره، ولو فضلت واخده مني الموقف دهوت لا هعرف اذاكر ولا هعرف احل حاجه في الامتحان. انا كنت جاي هنا عشان ندى فده شيء ما يخصنيش، انما لو جاي لي لاي سبب من الاسباب يخصني من قريب او من بعيد فلازم تحفظ المسافه اللي ما بيني وما بينك. انا معيده وانت مجرد طالب وبس، يعني وجودك هنا ملوش اي معنى من الاساس. غاده اتفضل. عن اذنكم. ليه كده غاده ليه؟ بس انت شكلك النهارده مبسوطه، يعني مش متضايقه. مش حكايه مبسوطه، انا بس كنت متضايقه من اللي كان حاصل. ما كنتش عايزه كريم يفتكر ان انا بحبه وانا ما بحبوش. طيب العب العب. طب انت ليه شكلك مبسوط قوي كده؟ يعني عشان طبعا خارجين مع بعض وبنتفسح وبنلعب بلياردو هو ومبهدلك غلبك. بص كام كوره اللي فاضلين بس يا ماما. مهيب، مين جاب لي الهديه يوم الفالنتاين؟ هديه هديه؟ اه اللي كانت ملفوفه بورق احمر وليها فيونكه كبيره. ايوه. معرفش مهيب. اه مش وقت خالص يا موبايل. الو هيا ندى. ايه ندى؟ مش هف مش هفتح لما تعالي. ورحمه بابا ما انا فاضيه. ايه 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 بقى سكوا جايب لاخر الشارع. ايه فين انت كمان؟ لا ندى مش كده لما ترجع اللي في دماغك. هات المفتاح يا ندى. ولا فيش خدي مهيب انا زهقت. في بتحبسيني يا ندى؟ فاكراني كلب عندك؟ لا فاكراكي بني ادم بتحس باللي حواليك. فين بس يا غاده؟ وجودك مهم في حياتك زي ما وجودك مهم في حياتنا. استقالت اللي عايزه تقدميها واسكندريه اللي عايزه ترجعيها. مالكش دعوه انت مالك؟ محدش دعوه بيا. انا حر. لا مش حر، احنا مش عايشين في الدنيا لوحدنا. مش ده كلامك؟ لا ما خلاص لاحظت كلامها لمجرد ان قصه حب فشلت. ويا ريتها فشلت، ده حازم جه لغايه هنا وطردته. مش من حقكم تعتبره حياتي الخاصه بشاع. لا من حقنا. عارفه ليه؟ عشان احنا اخوات. عارفه ده معناه ايه؟ مين اول واحده انا جريت في حضنها لما كنت متضايقه في الرحله؟ مش انتي؟ ما ينفعش تبقي ضعيفه وفي حواليكي ناس بتحبك كده، وما ينفعش يبقى في ناس بتحبك كده وتسيبيهم وتمشي. غاده حازم بيحبك بجد، ولو كان وحش ما كانش جالك لحد هنا. صدقيني يا غاده سيبي نفسك وحبيه، الحب بيقوي ما بيضعفش. اللهم صل على النبي. مين اللي بيقول الكلام ده؟ امال عايزه تسيب البرنامج ليه بقى يا ست العقلين؟ تسيب البرنامج ده قراري انا لوحدي. انا مش عايزه اشتغل، كفايه عليا البنات والبيت. ده لاعتبارك انك بتحضري لنا الرضع ولا بتغيري لنا البامبرز؟ ما تسيبي نفسك انت كمان، مش الحب بيقوي ما بيضعفش؟ لو سبتي البرنامج انا هرجع اسكندريه. وانا هرجع لندن. حلو قوي. طب لو ما سابتش البرنامج، لو قعدته ندى مش هتسيب البرنامج، مش كده يا ندى؟ يبقى هتقعدوا طبعا، مش كده؟ كده بقى انتوا مش محتاجين دكتور نفساني. مهيب مشكلتكم انتوا الثلاثه ان انتوا كنتوا بتدوروا على الامان ولقيتوه لما لقيتوا بعض، وانا كمان كنت بدور على حاجه ولقيتها هنا في البيت ده. لو كنت شفتي وش حازم وهو بيتكلم عنك مكتوب على وشه بحب. زي عمر كده. عمر ده بقى مش مكتوب على وشه بحبه بس، ده مكتوب على وشه بحب وعاشق والهان شاري. الحقيقه قبل ما يتكتب على وشه زهقت. بحبه قوي يا غاده، بحبه بحبه. بص بقى المشروع اللي انا فكرت فيه. مشروع؟ مشروع ايه؟ تعالي. مشروع رستوران كبير قوي وشيك، يبقى اسمه برضه طبق الندى. انفستمنت لنجاح البرنامج. انت تبقي الماستر شيف وانا امسك الاداره. وانا اعمل ايه؟ انت بقى تبقي البادي جارد. بادي جارد في عين. خلاص انا وانت نمسك الاداره. والله فكره حلوه، بس هو احنا نقدر نكسر الوديعه قبل ما يمر السنه زي ما بابا كان عايز؟ ايه بتبصوا لي كده ليه؟ اصلك قلتي بابا. هو مش بابا ولا ايه؟ طبعا بابا.
طب اقروا له الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره انا جالي كذا فاكس وايميل طالبين طريقه عمل البروفيترول اللي عملناها الاسبوع اللي فات، وانا بوعد يا ساده المشاهدين الاسبوع الجاي ان شاء الله هنعيد طريقه عمل البروفيترول وهيبقى معاها كمان الشركسيه، وكده هنتفرج مع بعض كلنا على الفخده بعد ما تحط لها الجرناتور. وانا طبعا في انتظار اتصالاتكم وايميلاتكم وفاكساتكم. معانا اتصال تليفوني. الو. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم. مع حضرتك عمر عاصم من القاهره. اهلا وسهلا يا فندم. بيقولوا ان اقرب طريق لقلب الراجل معدته، فالحقيقه يعني انا كنت عايز اعرف ايه راي حضرتك في الموضوع ده. الحقيقه مش عارف. طيب تقولي ايه حضرتك في واحده قادره توصل لقلب واحد بكل الطرق؟ معدته، عقله، مشاعره، وبنته بتموت فيها، واخواتها نفسهم ومنى عينهم يفرحوا بيها، وبيتعهد قدام كل المشاهدين ان هو ما حبش ولا هيحب غيرها، والنبي تقول لها توافق. عمر اتجوز ندى، وندى الصغيرة بتروح لهم في الأجازات، وكل مرة تصمم ما تنامش غير في حضن مامي ندى. الموضوع ده بيعصب عمر جدا، بس قال لي ما تقولش لحد، وأنا طبعا ما أقولش لحد. غادة وحازم اتفقوا لو جابوا ولد هتسميه مصطفى على اسم باباها الله يرحمه. قالت لي انها بتفتكره كتير قوي وبتقرا له الفتح. انا ورؤية بقى اتخطبنا، طلعت بتحبني حب البت دي وبتغير عليا جدا. كل يوم بالليل نقعد نرغي مع بعض في التليفون بالساعات، ونقفل السكه ونشرب بق ميه وننام. كريم بيتعالج عنه، بس بيجي لي العياده متنكر عشان محدش يعرفه. انا اللي عزمته في افتتاح المحل لكي لا اصاب بمرض الغيره والشك، بس الخوف بقى ربنا يستر.